مرحبا لكل الأطفال الرائعين اللي تواجدوا معنا اليوم. أول إشي بعرفكم على نفسي، أنا اسمي رزان حنا ناصر، مستشارة للروضات والبساتين. عند قسم منكم بتواجد بصفوف، وعند قسم منكم زملائي، وقسم الآخر زملات المستشارات بقعدوا مع معلماتكم وبيحكوا بخصوصكم. اليوم راح نعمل لقائنا عن أنا واحتياجاتي. أنا وشو بحتاج لما أكون بعيدة عن أهلي؟ شو اللي بيريحني لما أنا أكون بعيدة ولحالي بدون حدا؟ فمع انه اليوم كمان لقائنا عن بعيد، بنحاول قديش ممكن نكون قراب مع من بعض، نشترك مع بعض ونتفاعل. حاضرين؟ يلا نبدا. اول شيء بدنا نحكي قصه اللي هي اسمها قصه منتوفي. هنحكي قصه منتوفي وبعدين راح نعمل حوار واسئله لإلكو انتو. شو الاشي؟ حوار واسئله لإلكو على القصه، تمام؟ يلا شو انتو احتياجاتكم؟ نبدا. منتوفي بقلم يونا تيبر، ترجمت سلمى الماضي، رسومات إليشيفا قعش. بدي قبل ما أبدأ هقولكو إنه في طفل اسمه عاطف نخلي رسم لنا هاي الصورة عشان يترفقنا باللقاء بإنا، تمام؟ نبدأ القصة. لعيد ميلاد غسانة، عيده الثالث، أهداه أبوه وأمه دبدوب فروة، صغيراً ليناً وناعماً. أهذا الدبدوب لي؟ صاح غسان بدهشة. لك، قال أبوه وأمه. أنا أحبه، أعلن غسان. أخذ الدبدوب شد وشد عليه، ومن ذلك اليوم أصبح دبدوب رفيقه ولم يفارقه. عندما كان غسان يقوم في الصباح ويلبس ثيابه، كان الدبدوب يقعد بقربه، وعندما كان يأكل كان الدبدوب يقعد إلى جانبه، وعندما كان يذهب إلى البستان كان غسان يدس الدبدوب في الحقيقة ويأخذه معه. في البستان أيضاً لم يترك غسان الدبدوب. عندما كان يلعب في الساحة أو يدهن الأصباغ المائية أو يجبل الطينة، كان الدبدوب دائماً معه كل الوقت، حامله وماسكه للدبدوب. لو أنك تترك الدبدوب في الحقيبة خسارة أن يتسخ، اقترحت سهام المربية. لا، أصر غسان، هو يريد أن يظل معي. الغسان بيقول إنه الدبدوب بده يظل معه. الدبدوب بيحكي معناته غسان هو اللي بده إنه الدبدوب يكون معه. لأن غسان كان يحب دبدوبه كثيرا، كان يلعب معه، يحكي له حكايات، ينام معه في السرير، وعندما كان يغضب أو يحزن كان يحضنه، كان يعبط ويشد عليه، وبدون أن يشعر كان ينتف له فروته، يمسك الفروة بينتفها. كف عن نتف الدبدوب، طلبت منه أمه، في النهاية سيصبح أقرع. لا يسمونه دبدوبا، أجاب غسان، يسمونه منتوفي، وهو يحب أن يكون أقرع. كمان هون غسان بيحكي عن الدبدوب شو هو بده يكون. هذا هو الدبدوب الذي أحضرناه لك لعيد ميلادك؟ سأله أبوه متعجبا عندما رآه يجر دبدوبا بدون فروة في السيارة الصغيرة. هذا منتوفي، أجاب غسان بجد، وأنا أحبه. قال أبو غسان لأمه، غسان في حاجة إلى دبدوب جديد، دبدوبه أصبح عاريا ووسخا. حسنا، قالت الأم، نشتري له دبدوبا جديدا. راح أبو غسان وأمه إلى دكان اللعب، وفي الدكان دببة كثيرة، كبيرة صغيرة وصغيرة، بنية بيضاء وذهبية،
كلها لينة شعرانية ولطيفة. فتش أبو غسان وأمه عن دبدوب لغسان، نظرا تجادلا وفي الآخر اختارا دبا، أحلى دب، أكبر دب، شعرانيا أكثر من كل الدببة وألطف منها جميعا، اختارا دبا بنيا لينا، عيناه خرزتان سوداوان، فمه أحمر، أنفه زر، قليل الحياء وأمورا حبوبا. اختاروا له دبدوب كبير الغسان. رجع الأب والأم إلى البيت وأهدايا غسان دبدوبا جديدا. ما أحلاه، ما أدرفه، صاح غسان. حضنت دبدوبة الشعرانية، تدحرج معه على السجادة، أركبه في سيارته، حكى له حكايات وأراه الرسمات التي رسمها، حضنوا وعبطوا وكان مبسوط كتير فيه. حتى في الليل عندما تمدد غسان لينام، أخذ الدبدوب الجديد إلى السرير، حضنه وغافيا. قال أبو غسان: الدبدوب الجديد أعجب غسان، الآن سوف يستغني عن الدبدوب المهترئ. أم غسان وافقت وقالت: غسان فرح بالهدية، ولكن سترى أنه في الصباح سيحب أن يأخذ منتوفي إلى البستان. غسان صار ولدا كبيرا، قرر أبوه، الآن آن الأوان ليوقف عن التجول مع دبدوب لعبة. قبل الأب غسان عبطه، إباسه قصدي، ورمى منتوفي فوق الخزانة وطلع. في صباح اليوم التالي استيقظ غسان والدبدوب الجديد معه في السرير. قام غسان ولبس ثيابه والدبدوب الجديد بقربه. قعد غسان ليأكل وإلى جانبه على الكرسي الدبدوب الجديد. كل الوقت غسان مع الدبدوب. وعندما جاء وقت الذهاب إلى البستان، حاول غسان دس الدب في الحقيبة، ولكن الدبدوب الكبير الشعراني لم يدخل. قال غسان لأمه: أنا كبير، لا يهم، أنا أقدر أن أذهب إلى البستان لوحدي. عند الظهر رجع غسان من البستان حزينا. اقترحت عليه أمه أن يأكل ويشرب، لكن غسان رفض. أحضرت الدبدوبة الجديدة والجميلة وسألت غسان: أتريد أن تلعب؟ لا أريد، لا أريد، صرخ غسان ورمى الدبدوبة على الأرض، مسكه وزدته. ماذا جرى؟ سألت الأم مرتعبة. أنا لا أريده، أنا أريد منتوفي، صاح غسان وبدأ يبكي. لا تبكي، قالت أمه، سنجده حالا. فتش غسان وأمه في صندوق اللعب بين المكعبات وعلى رفوف الكتب، فلم يجداه. فتشا على ظهر الخزانة، تحت الطاولة، وراء السرير، وفي الفراش، فلم يجداه. فتشا في المطبخ، على الشرفة، وفي الساحة، فلم يجداه. منتوفي اختفى. طول المساء كان غسان ساكتا حزينا، ولم يرغب في أن يلعب مع الدبدوب الجديد. لكنه عندما تمدد لينام أخذه إلى الفراش، حضنه، وبدون أن يشعر بدأ ينتف فروته. عود أخذه للدبدوب وصار ينتف له فروته كمان هو. كفى، هذا الدبدوب أيضا سيصبح أقرع. لكنهما رأيا غسان مشتاقا فلم يتمالكا نفسيهما، حضناه
ولم يقولا شيئا. كل يوم كان غسان يلعب مع الدبدوب الجديد، وكل يوم بدون أن يشعر كان يقتلع شعر فروته. بعد قليل سنقدر أن نسمي الدبدوب الجديد منتوفي أيضا، قالت أم غسان ساخرة. هذا ليس منتوفي، قال غسان غاضبا، هذا مجرد دبدوب. ذات مساء كان غسان يلعب بالكرة، تدحرجت الكرة تحت الخزانة واختفت. جاء أبو غسان وأمه، شدا دفعا اجتهدا وزحا الخزانة الثقيلة. دخل غسان وراء الخزانة ليأخذ الكرة، فمن كان متمددا هناك؟ مين حسب رأيك كان موجود هناك؟ تعال نشوف. دبدوب صغير منتوف واسخ. وجدته، صاح غسان بانفعال. وجدت الكرة؟ سألوها أبوه وأمه من ناحية الخزانة الثانية. وجدت منتوفي، صاح غسان فرحا. حضن منتوفي وشد عليه، رجع مسكه غسان لمنتوفي وشد عليه. همس في أذنه، دبدوب مهبول، لماذا هربت؟ لماذا اختفيت؟ بعد ذلك أخذه وركض به إلى زاوية اللعب. إلى أين أنت ذاهب؟ سألته أمه. لأحضر منتوفي الكبير. أخذ غسان السيارة، أقعد منتوفي في الأمام، وفي الوراء أقعد منتوفي الكبير، سماه بعدين منتوفي الكبير، وراح ثلاثتهم للنزهة. وهيك يا حلوين بيكون غسان صار عنده دبدوبين، صار عنده منتوفي الصغير وصار عنده منتوفي الكبير. فهون غسان لما أهله جابوا له منتوفي الكبير كتير كان مبسوط فيه، لأنه منتوفي اللي هو بعدين سماه منتوفي يعني الدب الكبير، حكولنا إنه من أجمل دببة اللي كانت بالدكان، صح؟ سمعنا إحنا من أجمل دببة كان. بس مع هذا، مع إنه دب كتير جميل وكتير حبوا يلعب معاه غسان، بس بالنسبة إله ما استغناش عن منتوفي، لأنه منتوفي هو اللي حسسه بأمان، هو اللي بخليه يشعر إنه هو مرتاح وإنه متواصل مع أهله مع بيئته مع اللي حواليه. فعشان هيك ضلوا وأصر وحكى إنه أنا بحاجة لمنتوفي، أنا بديش دبدوب الكبير مع إن أنا بحب ألعب معاه، بس أنا بحاجة لمنتوفي الصغير لأنه هو اللي بخليني أشعر بالأمان. وهيك إحنا كل واحد فينا في إشي في إشي اللي ممكن يتواصل معاه، غرض أو شخص أو غرض لهذا الشخص أو مكان معين اللي أنا بحسسني بأمان، بحسسني إني أنا مرتاح وأنا مطمئن. فكل طفل فينا في عنده حاجة معينة إلا تكون معاه لما هو بعيد عن أهله. تعالوا نشوف إسا شو الأطفال بحاجة. في أطفال اللي هي بحاجة لغرض صغير تكون موجودة معاها في شنتتها، لها الغرض يحسسه بأمان، كل ما يرجع عليه بحس إنه متواصل بهذا المحل اللي هو موجود معاه. وفي كمان إشي، ممكن ناخد سيارة صغيرة، سيارة ممكن تحسسني سيارة اللي أنا بحبها طبعاً واللي أنا متواصل معها. إذا أنا بخليها بشنتي بصير أروح وأجي، أو ممكن بجروري تخليني أحس إني أنا مرتاح، تخليني أحس إني أنا بأمان. ممكن كمان الكيس كبير منكم بيستعمل شو إشي، أكتر إشي أنتوا هيك بتحبوا تتواصلوا معاه مع البيت، غرض اللي هو خاصه بأهلي، أو صورة لأهلي، أو صورة لأقربائي أو لأخوتي أو لإلي أنا مع أهلي، وعليها قبلة معينة أو عليها، أو غرض ممكن لأهلي هو تابع لإلهم، اللي أنا هذا الغرض تبع أمي أو تبع أبوي أو تبع ستي وجدي بحسسني بأمان، فأنا بقدر أخده معي وأخليه معي عشان أرتاح بكل المحلات اللي أنا موجود فيها بدونهم. وممكن كمان شغلة مثلا ديناصور أو زي غسان منتوفي اللي هي لعبة دبدوب، ممكن كمان ميني ميكي، أي غرض اللي بريحكم وبحسسكم بأمان.
وفي أطفال كمان بتحب تأخذ معها مسطرة مثلاً. هاي المسطرة أو مثلاً لوازم، هاي اللوازم بتحسسها أنها متواصلة مع البيت. وإسا إجا الوقت أسألكو، أنتو يا حلوين، فكروا بينكو وبين نفسكو، شو حاجاتكو؟ شو الاحتياجات اللي أنتو بحاجوا إلها؟ شو الغرض اللي بحسسكو أنتو بأمان؟ بحسسكو براحة بس تكونوا بعاد عن أهلكو؟ حطتلكو هون علامة سؤال، هاي علامة السؤال تفكروا فيها أنتو هيك مع نفسكو، شو الإشي اللي بحسسكو والغرض اللي بخليكو تحسوا أنه أنتو مرتاحين ومبسوطين لما أهليكو ما يكونوش موجود معاكو حالياً في حواليكو، إن كان أهلكو أو أقاربكو أو إخوتكو أو أي حدا اللي أنتو قاعدين معاه، فحاولوا شاركوه شو هو الغرض، وإذا ما لقيتوا غرض حاولوا فكروا معهم كمان شو هو الغرض اللي بيساعدكم بيريحكم لما أنتوا تنتقلوا من محل لمحل وما يكونوش موجودين معاكم. فاليوم بدنا نلخص هيك شو إحنا عملنا بلقائنا. أول إشي إذا أنتوا متذكرين أصغينا لقصة منتوفي اللي فيها غسان حكالنا عن أهمية وجود منتوفي بحياته، وإنه مهما جابوا له أشياء تاني وجابوا له دبدوب كبير كتير أكبر من منتوفي وجديد مش وسخ كيف كان منتوفي، بس هو ما قدر إنه يستغني عنه بوجوده، ما حسش كتير بأمان. أو وكمان بدي أسألكوا إسه بالآخر، قصدي سألتكوا أنتوا شو احتياجاتكوا أنتوا الخاصة فيكوا اللي بتساعدكوا تنتقلوا من محل لمحل وتحسوا بالمحلات بأمان. كمان مرة بدي أقول قبل ما ننهي شكرا للطفل عاطف نخلة على هاي الرسمة الحلوة اللي رسمنا إياها، وطبعا طبعا شكرا إلكم يا حلوين بوجودكم معنا اليوم يا رائعين ويا مجتهدين اللي تواجدتوا معنا وكنتوا معنا وتابعتوا للآخر وبدكم تفكروا معنا، وإذا احتجتوا لأي سؤال ولأي شغلة ممكن تتراسلوا معنا وتحكوا إيش الأشياء والاحتياجات اللي أنتوا بحاجوا إلها، أو إذا مش عارفين ممكن تسألونا وإحنا نساعدكم على هاي الاحتياجات. شكرا إلكم كتير وإلى اللقاء. Thank you.